ننتقل بقى بعد كده بحضراتكم لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي حرص على تهنئة لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري، وكمان أشاد بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي خلال مشوار البطولة زي ما كنت بقول لحضراتكم اللي حقق فيها الأهلي الفوز في جميع كمان مبارياته والتتويج باللقب، وأشار إن الفوز ده بالبطولة العربية هو مجرد البداية، بيحمل كمان أو بيحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم في المرحلة المقبلة بإذن الله للتتويج هنا بقى بالمزيد من البطولات. واعتقد هو ده يعني محتاج لجهد هنا بقى مضاعف وتركيز كمان مستمر، ومؤكدا ثقته الكبيره في الجهاز الفني واللاعبين وكل عناصر المنظومه للاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد والمزيد من البطولات والانتصارات.